السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في فيديو سابق تحدثت حول طابعة الأساس لخلية أو لإطار لانجستروث. في هذا الفيديو سأتحدث أو سنعرض فيديو تطبيقي لتجربة النموذج الثاني. هذا النموذج يطلق عليه في اليمن الخلية الحضرمي المعدل. الخلية الحضرمي المعدل هي نصف إطار لانجستروث. قمنا بالتجربة ونجحت الفكرة، وسنعرض عليكم هذا الفيديو لترون النتيجة، فكونوا معنا. الآن نعيد أحضر الشنط. طبعا لازم تكون الأرضية متساوية، على أساس أن الشمع يكون متساوي في التوزيع أثناء الصب. ننتظر هكذا بضع ثواني، يعني ممكن نقول دقيقة إلى دقيقتين حتى يتجمد أو ينشف أو يتماسك الشمع. صممت وركبت وطبقت وجربت أمامكم، يعني لم تكن لي تجربة مسبقة في الإطار الحضرمي المعدل. بسم الله، إن شاء الله الأمور طيبة. طبعا نستخدم السكين لإزالة الشمع المتماسك على القاعدة أو على الطابعة حتى نستطيع رفعه. بسم الله، وبهذا حصلنا على إطار حضرمي معدل. طبعا هذا البقايا ستضبط، العملية ستضبط إن شاء الله، هذه تزال. العملية نجحت وهذه هي التجربة الأولى، ونستطيع من خلال التجارب الحصول على معلومات في كل تجربة كيف نتعامل مع الشمع. هكذا قمنا الآن بالتنظيف. وتحياتي للجميع، هذا هو الآن الشمع جاهز، سنقوم بإنزاله في الخلية. السلام عليكم. طبعا هذه هي الخلية الحضرمي المعدل التي سنقوم بتجربة الإطارات التي قمنا بطباعتها. بالطابعة المحلية اللي قمت بتصنيعها. بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم بفتح الخلية.
الخلية هذه مميزة. طبعا هذا هو الإطار الذي قمنا بتصنيعه. طبعا هناك ملاحظة، يمكن استخدام مادة البرافين، زيت البرافين. زيت البرافين يستخدم لترطيب الشمع أكثر، لأنه أحيانا يحصل له بعض التشققات. طبعا الآن سنقوم بإنزاله في وسط الخلية مباشرة. نحن اليوم في تاريخ 21 يوليو، الساعة 2:15 بعد الظهر. طبعا هذا الأخير ما شاء الله الخلية قامت أو النحت قام ببنائه، لذلك سأقوم بإنزال الإطار الأخير. هذا الإطار هنا سأقوم بإنزاله. قمنا بغلق الخلية. نقوم بزيارة أخرى لنشاهد النتائج. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم سنكشف على الخلية اللي قمنا بإنزال إطارات الحضرمي المعدل. نشوف مدى إقبال النحل على الشمع وعلى مط الأساس. ما شاء الله ما شاء الله، بداية موفقة بصراحة. هذا هو قام النحل بالبناء، ما شاء الله من الجهتين الأمور طيبة جدا. نلاحظ بس إذا كان هناك بيض أو شيء، ما يزال فارغ والنحل مستمر في البناء، وهذه نتيجة طيبة. طبعا إن شاء الله سأقوم بدعمكم ببعض المعلومات قريبا حول المواد التي يمكن إضافتها إلى الشمع. هناك مواد عطرية يمكننا أن نضيفها إلى الشمع حتى نستفيد من مكافحة سواء الفاروة أو نزيد من إقبال النحل. هذا الآخر النحل مط جزء منه، وشيء جميل كذلك. على العموم الفكرة وصلت والعملية نجحت. نتمنى التوفيق للجميع، و دمتم بصحة وعافية.